احسن الملاعب في شمال افريقيا، يعني من جانب البنيه التحتيه الجزائر قادره، من جانب الكولسه ومن جانب اللوبيات. انا همي انه ما استثمرناش في الرؤساء اللي كانوا من قبل. تقول لي علاش؟ نقول لك كان عندنا رئيس اسمه خير الدين زتشي توج بكاس امم افريقيا، بعدها اجبروه على عدم الترشح لعهده اخرى، وصارت تغييرات على مستوى الاتحاد الجزائري. من الظلم اليوم انه تجبر الاتحاد الجزائري حتى نقول يمشي مع اللوبيات المتواجده في الكاف. زاير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.